حول إلغاء تدريس مادة التربية الموسيقية بالمدارس العمومية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الاتحاد الدستوري. تفضلي السيدة النائبة. السيدات والسادة النواب المحترمون، السيد الوزير المحترم، يتم الحديث بقوة عن عزم وزارتكم على إلغاء تدريس مادة التربية الموسيقية بالمدارس العمومية وإحالة أطر هذه المادة على وزارة أخرى. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن صحة هذا الحديث وعن موقف الوزارة من تطوير هذه المادة التربوية وقراءتها لمستقبلها، وشكرا. شكرا سيدة النائبة. جواب السيد الوزير، تفضل. سيدات والسادة النواب، بغيت نقول للسيدة النائبة المحترمة أن هذا الخبر كاذب، لأنه ما يمكنش يزول الإنسان التربية الموسيقية من التربية والتعليم، لأنه مساهمة في المدارك ديال الطفل والطفلة وديال التلميذ والتلميذة حتى المستوى ديال البكالوريا. هذا الشيء غير صحيح، وأنه غنعطيو لشي وزارة الأساتذة ديالنا، ماشي صحيح هذا الشيء. اللي يمكن لي نقول لك أنه عندنا في مسلك المركز اللي متكوين مهن التربية هاد السنة غيتخرجوا من عندنا 39 أستاذ، 21 غيخرجوا من مركز الرباط، خرجوا لأنه علمت النتائج، 21 من مركز الرباط و18 من مركز مكناس، وأننا عندنا شعبة في المؤسسة ديال التكوين كيعطروا 10 الأساتذة، 6 منهم في مكناس وأربعة في الرباط. اللي ما يمكن ليناش نديرو هو توسيع هذه المادة، والأسباب أنتم كتعرفوها، قلة الأطر. أما شي وحدين راهو ما هذا راه خبر مدسوس، شي وحدين بغاو يمشيو ملحقين لوزارة الثقافة، رفضت. شكرا. شكرا. تعقيب السيدة النائبة. مادة التربية الموسيقية أدمجت في المنظومة التربوية منذ سنة 1995. تنتمي مادة التربية الموسيقية إلى مواد التفتح كالتربية البدنية والتربية التشكيلية وغيرهما، وهي مواد لها خصوصية تتميز بها عن مواد أخرى، تلعب دورا أساسيا في كسر الرتابة وجعل المتعلم يحب المدرسة ويقبل عليها، خلق توازن في شخصية المتعلم من خلال الاهتمام بجوانب الحسي والحركية والوجدان. سيد الوزير المحترم، أما فيما يتعلق بالموالد البشرية فإن هناك حوالي 600 أستاذ وأستاذ موزعين عبر التراب الوطني، وهي نسبة هزيلة جدا، حوالي 11 مكون بمركز التكوين الرباط مكناس، وهذا رقم يوضح مكانة المادة في برنامج الحكومة التربوي. مجموعة من أطر التربية الموسيقية تحمل شهادة الدكتوراه والماستر والإجازة، مجموعة منهم شاركوا في تكوينات عالمية، مجموعة منهم أغنوا الساحة الفنية المغربية، رؤساء فرق موسيقية أكاديمية، ملحنين، موزعين موسيقيين، مدراء فنيين لمهرجانات، مجموعة منهم أغنت الساحة الإعلامية المغربية كمعد برنامج تلفزيونية وإذاعية. في عهدكم السيد الوزير تم حذف المناصب المالية الخاصة بالتربية الموسيقية، صفر منصب خلال السنة الدراسية 2012-2013، صفر منصب خلال السنة الدراسية 2013-2014. في عهدكم السيد الوزير تم إلغاء المهرجان الوطني للمجموعات الصوتية الذي كانت تنظمه الوزارة، مبررات واهية كالقول أن المهرجان كان تهدر فيه الأموال حيث الإقامة في الفنادق، وأنه كان ينظم خلال أيام الدراسة. والصحيح هو أن إقامة المهرجان كانت إما بداخلية ثانوية مولاي يوسف أو بمركز الملتقيات، كما أن المهرجان كان ينظم إما في بداية العطلة الصيفية أو في العطلة البينية، وليس هناك حقيقة أخرى. شكرا سيدة النائبة. أرد على التعقيب سيد الوزير. سيدة الرئيسة، سيدة النائبة، كنعرفك بزاف في هذا الموضوع، ولكن اسمح لي، راه اللي عندك معلومات ماشي صحيحة.
اولا المناصب الماليه في وزاره التربيه الوطنيه مرتبطه بالتكوينات، ما عندي ما نلغي انا في 2012 بمعنى ما كانش عندي مناصب، ما تقررتش مناصب في 2011. حنا في القانون المالي، انا ما عندي ما نخلق مناصب ماليه، كتخلق المناصب الماليه حسب التكوين. اثنين، انت قلتي واحد العدد الحوايج في الكلمات ديالك، ولكن في نفس الوقت تحت السطور فيه الجواب على الكلام ديالك. انا ما عنديش مهرجان في الرباط باش نبطل الاموال العموميه، ولكن كاين مهرجانات على المستوى الاكاديميات. يا لاله كيطيح غالي داك المهرجان. اثنين، قلتي واحد الحاجه، ها تبارك الله اللي كيسيروا المجموعات الموسيقيه واللي كيعطروا، المهمه الاولى ديالهم هي يقري ولاد المغاربه في الاقسام. شكرا. شكرا سيد الوزير.